صباحات سعادة وجمال على كل المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق لكل متابعينا داخل وخارج السودان ولكل الممتحنين. دعواتنا القلبية الصادقة بالتوفيق والنجاح والسداد في هذه المرحلة العمرية المهمة والمختلفة. صباح يحمل بشريات جديدة للسودان جديد، آملين أن يتغير الوضع الراهن للأفضل والأجمل. أينما كنتم سعداء نكون معكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، نرسم صورة صباحية مميزة مختلفة جميلة بالعدد من الموضوعات والفقرات الفقرات التي تهم المواطن وتناقش ما يدور في الوضع الراهن في السودان. الصورة التي نرسمها دائما هي من خلال موضوعات مجتمعية، موضوعات صحية، موضوعات رياضية، كل الأشياء الممكنة في هذه البلاد والتي تهم المواطن كما ذكرت سابقا. الصباح دائما يعني بين يدينا، كل إنسان صباحا هو اللي بيحدد مصير باقي اليوم، سواء كان اليوم معفرت شوية أو غير جيد سلبي، يعني هو اللي بيحاول يكذب الطاقة اللي من حوله، سواء كان طاقة سلبية أو طاقة إيجابية. حاولوا دائما في الصباحات الجميلة أبدو يومكم بإيجابية، أبدو يومكم بتفاؤل، بأمل كبير. ما في شيء بيظل على حاله، كل شيء متغير في الحياة، وإحنا سبب التغيير، وإحنا سبب رئيس في التغيير دائما وأبدا. خلوا صورة صباحية صورة مختلفة، خلوا صورة صباحية صورة جمالية إيجابية بشتى الطرق الممكنة. يعني في ناس كثير ممكن تقول لي إنه الظروف غير مساعدة، الوضع الراهن ما مناسب لأنه أنا أخلي صورة الصباح صورة مختلفة صورة جميلة وإيجابية، لكن لا، كل شيء بيدك، نظرتك الحياة، جذبك للأشياء الإيجابية الجميلة بيخليك يعني ترسم صورة صباحية. ما عايز أحرق الموضوعات اللي هتكون معنا، الموضوعات الثقافية، الموضوعات حتى التقارير، تقارير مهمة وجميلة عن وعن المساحات البراحة الواسعة والشاسعة في الوطن الحبيب. أيضا يعني تحية للحاضر الغائب محمد فتح الرحمن، دعواتنا لك بدوام الصحة والعافية، هو بعافية شوية إن شاء الله ربنا يبلغك الصحة والعافية. هنفتقدك اليوم في صباح الشروق، إلا أنه تحياك دائما معانا، يعني تصل من خلال يعني جمال روحك ومن خلال إحساسك العالي والجميل بالمسؤولية تجاه المشاهد أينما حل وأينما كان. صباح الشروق صورة مختلفة وصورة مميزة لكل المشاهد الكريم داخل وخارج السودان، وإحنا عارفين إنه كثير من الناس خارج السودان تحديدا بتحاول من خلال الشاشات والقنوات والإعلامية والتلفزيونية السودانية إنها تحاول تكون قريبة من الأحباب والأهل والأصدقاء في السودان. بنحاول إحنا كذلك من خلال صباح الشروق ومن خلال كل المحطات التلفزيونية المصاحبة في قناة الشروق إنه نقول لكم صورة واقعية للوضع في السودان، عشان ما تكونوا قريبين، ما تكونوا بعيدين، وإنما تكون قلوبكم ودعواتكم دائما مع الأهل والأحباب في السودان إيجابية وصورة مختلفة. وصورتنا إحنا أهم من أي صورة تانية، ونبدأ نحن الصباح بصورتك الخايف عليها أداء الفنان عبد الله البعيم، ونرجع نتواصل. We'll be right back.
شيلي مني مني خد. شيلي 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 مني مني خد.